فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول إنه يفعل الكبائر ثم يستغفر الله ويتوب إليه، لكنه يعود إليها مرة أخرى، فهل تقبل توبته؟ إذا كان في توبته صادقا وعازما أن لا يعود، ولكن غلبته نفسه، يكرر التوبة، يكرر التوبة، كل ما أذنب يتوب إلى الله عز وجل، وإذا أذنب استغفر. أما إنه ما نوى هذه النية، ما نوى إنه يعزم أن لا يعود، هذه ما هي بتوبة، مختل شرطها. شروط التوبة الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، والعزم ألا يعود، والندم على ما فات، ثلاثة شروط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.